تلو الآخر في هذا الصباح الجميل مع تحديات سن اللقاية. انطلاقة سليمة ورائعة لشوطنا التاسع، وهو شوط خاص بالبكار في مسافتنا المعتادة والمقررة وهي الأربعة كيلومترات. نسير بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط وما يحمله من تحديات، ما يحمله من تنافس أيضا وإثارة. حاضرة المقدمة وصدارة هذا الشوط وأرى عواصف من قادة المجموعة علي بن محمد بن علي الوهيبي تتقدم، تنطلق بناموس هذا الشوط تليها من الجانب الآخر. من الجانب الآخر أرى دمعة لعبد الله بن مربز سعيد بن حلوة الاجتبي، بدأ يتسلل يتقدم إلى الصدارة وعلى مستوى المركز الثالث. نتابع العزرة لعبد الهادي بن مسلم بن أحمد بن حربي العامري وعلى مستوى المركز الرابع. من الجانب الآخر مع السياج الخارجي أرى التقدم لغازية فايل بن حمد بن علي العويسي، متابعا لتحديات غازية على مستوى المركز الرابع خامس الانطلاقات. تصل الزود لحمد بن فايل بن حمد الزرعي، يقدم الزود مع المركز الخامس. سادس الانطلاقات غزر لمحمد بن سهيل بن دليلة العامري وعلى مستوى المركز السابع. تصل ألمة للسلطان بن حارب بن ضحي المنصوري، ياتي بتحديات ألمة مع المركز السابع. ثامن الانطلاقات، ثامن التحديات خداعة هزاع بن سعيد بن هزاع الكلباني، ياتي بتحديات خداعة مع المركز الثامن. تاسع الانطلاقات من الجانب الآخر، وصول مع سليل صالح بن محمد بن سالمين العامري، يقدم سليل على مستوى المركز التاسع. وعاشر التحديات الطيارة بشعار سعيد بن عبيد بن خليفة الحميري. هذه النتيجة، هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز المتقدمة في أول ندى، أول تحديات هذا الشوط بهذا الانطلاق المثير، بهذه التحديات الحاضرة في هذا الصباح مع هذا السن، سن اللقاية، سن المفاجآت، السن الأسرع والأجمل في هذا العالم الساحر. نعود مع الصدارة، نتابع البداية مقدمة هذا الشوط وعواصف، عواصف على المقدمة تقدم أحلى عروضها. مع هذا التقدم علي بن محمد بن علي الوهيبي ياتي بتحديات عواصف، تليها مع المركز الثاني زود حمد بن فايل بن حمد الزرعي، وعلى مستوى المركز الثالث تاتي دمعة لعبد الله بن مرمز سعيد بن حلوة الاجتبي المركز الرابع. من الجانب الآخر التسلل، التقدم والانطلاق والتحديات مع المه للسلطان بن حارب بن ضحي المنصوري، ولكن من الجانب الاخر شعار العويسي، ياتي ايضا شعار ابو حمد فايل بن حمد بن علي العويسي، ياتي بتحديات غازيه مع المركز، مع المركز الرابع. خامس الانطلاقات السليل صالح بن محمد بن سالمين العامري، دمعه مع المركز السادس عبد الله بن مربس سعيد بن حلوه، ياتي بتحديات دمعة. ولكن اللي وصلت، اللي وصلت من الجانب الآخر، تابع لي، تابع لي في هان القادمة في هذا الانطلاق للسالم بن أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. وصلت الأسامي، وصلت الشعارات بعد المغادرة للوحة الإعلان، لوحة الألف والميتين. ما شاء الله، ما شاء الله، أكثر من اسم، أكثر من شعار على المقدمة. شوط يوحي بالتحدي والإثارة والندية مع لوحة الكيلو المتر الأخير، ولكن راح أبو حمد يتقدم فوق بن حمد بن علي العويسي، ياتي بتحديات غازية. اللي ير الشوط، ير الشوط بعد المغادرة للوحة الكيلو المتر الأخير،
في هان القادمة مع المركز الثاني سالم بن أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي والشعار بن سالمين قادم مع سليل صالح بن محمد بن سالمين العامري. التقدم الانطلاق التحدي مع عواصف علي بن محمد بن علي الوهيب واللحظات الأخيرة اللحظات المثيرة نتابع غازية واللحظات الأخيرة التحديات مع سليل القادمة بكل قوة. سليل مع المركز الثاني ولكن ارصدني شديدة بأول ندى بانت شدته في اللحظات الأخيرة يتابعها محمد بن حميد بن راكان بن نيم الوهيبي انطلق بناموس يا بشوط سلام بن نجيب سلام بهذا الأداء المتميز تهانينا لمالك شديدة محمد بن حميد بن راكان بن نجيب الوهيبي ولحظات الوصول إلى خط النهاية سلام للسلطنة سلام بتحديات شديدة. المركز الثاني غازية فايل بن حمد العويسي. المركز الثالث جاءت عواصف لعلي بن محمد الوهيبي. المركز الرابع بالشعار صالح بن محمد بن سالمين العامري. المركز الخامس شعار سالم بن أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا المتقدمة. نعود مع التوقيت الزمني ولحظات الوصول إلى خط النهاية 6:03:06 من الثانية. تهانينا لمالك شديدة محمد بن حميد بن راكان الوهيبي شعار بن نجيب من قدم شديدة بهذا الانطلاق ومع المركز الثاني 6:07:07 من الثانية توقيت غازية. تهانينا لفايل بن حمد بن علي العويسي المركز الثالث. هذه لحظات وصول أيضا وانطلاق ثالث المراكز بتوقيت زمني مقداره 6:09:07 من الثانية هي عواصف لعلي بن محمد بن علي الوهيبي.